خير واهلا بك. مساء الخير بك. كذلك ينضم لنا في هذه الزاوية الأستاذ نضال العزة، منسق وحدة المصادر والإسناد القانوني في مركز بديل. مساء الخير واهلا بك. مساء الخير. والأستاذ نضال سيكون معنا في عدد من الفقرات المختلفة في هذا الموضوع وفي هذه الزاوية التغطية. دكتور، بداية يعني أبدأ الحديث حول اللاجئين الفلسطينيين. هناك تقارير مختلفة تتحدث، لا يوجد وكأنه إحصائية دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين. هل هناك إشكالية في هذا الإطار في تحديد الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين؟ لا توجد هناك أرقام دقيقة عن أعداد اللاجئين ومنذ نكبة 48، وهذه الأرقام موجودة، ولكن المتغير هو بعض الأعداد في بعض الدول، حيث هاجر بعض اللاجئين من بلدانهم التي لجوا إليها مثل لبنان، فتناقص العدد. غير أنهم في السجل الرسمي اللبناني هم ما زالوا يحتفظوا بهذه الأرقام، في حين أن عدد كبير منهم هم موجودين في السويد والنرويج وإلى آخره. ولكن العدد الكلي للاجئين الفلسطينيين معروف وموثق، ويعود هذا إلى وكالة الغوث الدولية وإلى ما قامت به في 48. لكن دكتور، نلاحظ أن هناك اختلاف أحيانا في الإحصاءات التي يذكرها الجانب الإسرائيلي من ناحية، والإحصائيات التي تذكرها المؤسسات الدولية كالأونروا، وأيضا السجلات التي يتحدث عنها مركز الإحصاء الفلسطيني بعدد اللاجئين. يعني هل هناك دافع سياسي تجاه إسرائيل لإخفاض الرقم، لتخفيض الرقم، رقم عدد اللاجئين؟ هل هناك هدف سياسي؟ طبعا إسرائيل تحاول دائما من التهرب من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والدولية لموضوع اللاجئين، كما أنها تستخدم أحيانا مصطلح النازحين للدلالة على من شردوا بعد عام 67 وأن لا تعتبرهم، فهذا يكون سبب للفروقات في الأرقام، بين حيث أن كافة القرارات الدولية بما في ذلك 242 ومن بعده أصر على العودة الفورية لكل الذين هجروا بعد 67، والذين أصبحوا مسجلين مثلا مخيم عقبة جبر فرغ بعد عام 67 وأصبحوا اللاجئين للمرة الثانية. ففي هذه الحالة الرقم معروف، ولكن هناك أغراض سياسية يتم استخدامها للتلاعب بموضوع ملكية الأراضي وحق الفلسطينيين في العودة. نعم، أنتقل الأستاذ نضال. أستاذ نضال، يعني الأرقام التقريبية لعدد اللاجئين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية، يعني اللاجئين في المخيمات وفي الشتات كذلك، هل هناك يعني بعض الأرقام التقريبية لأعداد هؤلاء اللاجئين؟ نعم، اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام يبلغ عددهم تقريبا 7,100,000 في كافة أنحاء العالم. طبعا هذا الرقم أكبر مما هو لدى الأونروا. الأونروا فقط لديها تقريبا الرقم 5 ملايين لاجئ مسجل لدى الأونروا. طب الفرق في هذا الرقم 2,100,000، أين يعني أين الخلاف ما بين الأونروا وبين السجلات الفلسطينية في هذا الموضوع؟ أولاً، الأونروا تعمل في 5 مناطق فقط، هي الأردن وسوريا ولبنان الضفة وقطاع غزة، وبالتالي اللاجئين الفلسطينيين الموجودين مثلاً في الدول العربية الأخرى في الخليج، في اليمن، في مصر، حتى اللاجئين الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في العراق، الموجودين في أوروبا أو حتى في أمريكا اللاتينية، غير مدرجين في سجلات وكالة الأونروا. أستاذ نضال، يعني الفلسطينيين الذين غادروا مثلا أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، إن كان للتعليم أو للعمل، واستقروا في الخارج، هل يضافوا على قائمة وسجلات اللاجئين الفلسطينيين؟ إذا كان أصلا هو من اللاجئين المسجلين في مناطق عمل الأونروا وفي سجلات الأونروا، المعظم يستمر تسجيله ضمن سجلات الأونروا ولا يفقد هذا الحق، ولكن جزء منهم فقد يعني وجوده كشخص مسجل لدى الأونروا. أضف إلى ذلك أن الأونروا أيضا تقدم المساعدات لعدد آخر من اللاجئين، ولكن لا تسجلهم كلاجئين، تتعامل معهم، وهذا اصطلاح دارج، كنازحين، وهم الفلسطينيون الذين تم تهجيرهم عام 67، ونتحدث عن 1,000,000
فلسطيني تم تهجيرهم عام 67، اليوم يبلغ العدد تقريبا مليون، فهم يتلقون مساعدة من قبل وكالة الغوث في مناطق عملها الخمس، ولكن غير مدرجين كلاجئين. فوكالة الغوث بحسب التعريف تتعامل مع اللاجئ الشخص الذي هجر عام 48 وفقد مصدر رزقه وعمله. نعم، لكن أستاذ نضال، يعني غزة الذين هجروا من أراضي عام 48 هم حاصلين على البطاقات والأوراق التي يعني بناء عليها يحصلون على المساعدات، وهي عبارة عن بطاقات لاجئ فلسطيني، يعني هل هناك تناقض بالتعامل في هذا الإطار من قبل الأونروا؟ بحسب التعريفات التي قدمتها وكالة الغوث الدولية تتعامل مع اللاجئ الأشخاص الذين هجروا عام 48، وبالتالي تسجل لاجئ 48، وهذا اصطلاح دارج ومستخدم لديهم. نعم، وتتعامل مع الأشخاص الذين هجروا في 67 بأشخاص نازحين تم تهجيرهم، وبالتالي لا يسجلوا ضمن سجلات الأونروا كلاجئين، إنما يتلقون المساعدة. ولكن بموجب القانون الدولي سواء من هجر في 48 أو هجر في 67، يعني أو سنتحدث عن هذه الزاوية أستاذ نضال بعد قليل. أرى يعني الدكتور جاد لديه تعليق في هذه النقطة. لقد نسينا أن هناك حوالي 400 ألف لاجئ في داخل 48، من داخل 48 إلى داخل 48، وهم يعتبرون أنفسهم لاجئين، وغير أنهم غير واردين في سجل الأونروا. والسجلات الفلسطينية هل تسجلهم على قائمة أنهم من اللاجئين الفلسطينيين؟ حتى السجلات الفلسطينية لا تعترف بهم. نعم، يعني تعترف بهم. نعم. دكتور جاد، يعني أنا أريد أن أتحدث عن نقطة، كان يعني هناك دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهناك بعض المراكز التي تعمل لمتابعة حقوق اللاجئين وعودتهم إلى الأراضي الفلسطينية. يعني هل هناك تحرك، تلاحظ تحرك حقيقي من قبل هذه الدائرة اتجاه حصر أعداد اللاجئين، متابعة قضاياهم وشؤونهم فعلا بدائرة على مسماها في منظمة التحرير؟ علينا أن نذكر أنه مع انطلاق مؤتمر مدريد تشكلت مجموعة عمل خاصة باللاجئين. نعم. وكانت هذه المجموعة من ضمن المباحثات متعددة الأطراف، وشارك الجانب الفلسطيني بشكل قوي فيها، في حين امتنعت إسرائيل عن حضور الجلسة الأولى، وهناك أكد على أن مرجعية موضوع اللاجئين هو قرار 194. نعم. واستطاع الجانب الفلسطيني أن يحقق إنجاز في هذا المجال، كما أنه في داخل الأراضي المحتلة هناك مجموعة عمل خاصة باللاجئين، ومركز بديل هو السكرتارية الفنية لهذه المجموعة. نعم. والتي تعمل بشكل وثيق، وعلينا أن نذكر أن الأخ الدكتور أسعد عبد الرحمن كان وزير لشؤون اللاجئين في الحكومات السابقة، وهناك اهتمام بالغ بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة باللاجئين عند وحدة دعم المفاوضات بالتعاون مع المؤسسات المحلية. نعم، لكن يعني هل تم استغلال الأرقام التي يعني يتم الحديث عنها؟ يعني نتحدث عن 7,100,000 لاجئ فلسطيني في العالم، يعني وهناك الأونروا عملت على إعادة أكثر من 25 مليون لاجئ إلى عدد من الدول المختلفة التي نزحوا منها. هل هناك توظيف لهذه الأرقام اتجاه الرأي العام العالمي والدولي للضغط بحيث يتم إعادة؟ الموضوع اللاجئين مش موضوع أرقام. إذا حولنا اللاجئين إلى أرقام فسنخسر الموضوع. جوهر القضية الفلسطينية هي الموضوع الأرض. نعم. ولا وحق العودة. فبذلك موضوع مش موضوع نقزمه ونتحدث عن الأرقام. إحنا الموضوع الرئيسي هو كيف نتعامل مع هذا الملف الذي يعتبر عصب القضية الفلسطينية. نعم، لكن يعني دكتور، ألا ترى أن كل رقم من هذه الأرقام يمثل معاناة؟ يعني نتحدث عن نعم. عن 7,100,000 معاناة فلسطينية تعيش حتى اليوم منذ 63 عاما. نعم، وأؤكد لك أن ما جرى اليوم يؤكد مرة أخرى بأنه إذا لم يحل موضوع اللاجئين فلن تكون هناك أي آفاق لعملية السلام، لأن مقولة الإسرائيليين في السابق أنهم سينسون
تأكدت اليوم بأنها هذه مقولة وهذه رواية أسطورة لا يمكن. فقد إذا ما سألت أي مواطن فلسطيني الآن في المخيمات لا يقول لك أنا مخيم الديشة، إنما يقول لك من أصل البلد الذي كان فيها، أنا من بيت نقوبة، أنا من كذا من كذا. فهذا واضح أن الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني تمحورت حول حق العودة وحق اللاجئ الفلسطيني في أرضه. وبالتالي مع إدراك المعاناة للسبعة مليون اللاجئ، لكن أنا واحد منهم، هل قادرين على ترويج هذه المعاناة، إيصالها للرأي العام الدولي؟ يعني هل هناك تحرك فعلي يليق بحجم هذه المعاناة التي يعانيها السبعة مليون؟ أعتقد أن الموضوع يجب أن يوجه سؤال بشكل آخر، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ أنا في رأيي الشخصي، هذا ويمكن أختلف مع الكثيرين، أنا في رأيي أن كافة القضايا المطروحة على الساحة ما فيما يسمى بمفاوضات الحل الدائم هي ليست قضايا ثنائية، ليست قضايا إسرائيلية فلسطينية. موضوع اللاجئين ليس فلسطينيا فقط إسرائيليا، ولا موضوع الحدود، ولا موضوع المياه، ولا موضوع القدس، ولا موضوع التعاون الإقليمي، ولا موضوع الأمن. جميع هذه القضايا تقول أنه يجب أن يكون هناك حل إقليمي، أي بمشاركة كافة الدول التي استضافت اللاجئين واستضافت النازحين، والاستعادة عن هذه المفاوضات الثنائية بمؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لاحترام آلية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم الخوض في تفاهات المواقف الإسرائيلية. يعني دكتور، أنتقل إلى الأستاذ نضال في ذات الإطار. يعني نتحدث عن هذه الأرقام، ونتحدث عن الدعوة كما ذكر الدكتور جاد إلى أن تكون ليست القضية قضية فلسطينية، إنما هي قضية دولية، يجب أن يكون هناك مشاركة من كافة الدول التي تحتضن اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أنها جزء من المعادلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. إذا افترضنا ذلك وإسرائيل تعارض، إذن يعني كيف يمكن استغلال الأرقام، وعيدها مرة أخرى، بهدف أن تكون ورقة ضاغطة بالناحية اتجاه الرأي العام الدولي لتحقيق ما يتحدث به الدكتور جاد، هو خلق مؤتمر دولي يحث إسرائيل ويضغط عليها لتحقيق أحد الأحلام الفلسطينية بالعودة؟ نعم، ولكن قبل الانتقال إلى الإجابة، يعني فقط أود أن أشير إلى أنه بموجب القانون الدولي هناك اصطلاح يستخدم بخصوص المهجرين داخليا، مثل الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من قراهم ولكن لم يعبروا حدود دولية. في داخل فلسطين المحتلة عام 48 هناك اليوم تقريبا 340 ألف فلسطيني مهجر داخليا، يمنعون من العودة إلى قراهم وبيوتهم الأصلية. البعض منهم يسكن على بعد يعني مش أكثر من 1 كيلومتر من قريته الأصلية. في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة هناك بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى بديل تقريبا 130 ألف مهجر داخلي من غير اللاجئين، غير اللاجئين، غير مخيمات اللاجئين واللاجئين الموجودين في الضفة وقطاع غزة. بحسب المركز الفلسطيني للإحصاء اللاجئين الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 67 نسبتهم أكثر من 44% من الفلسطينيين في هذه المناطق، وهذه نسبة كبيرة جدا. معظمهم موجود في قطاع غزة، حيث في قطاع غزة أكثر من 1 مليون لاجئ فلسطيني من سكان القطاع. الملاحظة الأخرى أو الجانب الآخر حول دور منظمة التحرير وبالذات دائرة شؤون اللاجئين حول نظام التسجيل، حقيقة هناك قصور دولي وهذا واضح بسبب تعدد الوكالات الدولية، سواء لجنة التوفيق الدولية التي تم تأسيسها بموجب القرار 194 والتي فشلت في أداء دورها، ومن ثم النظام القاصر المتوفر لدى وكالة الغوث الدولية، وأيضا هناك مسؤولية على منظمة التحرير، حيث لغاية اليوم لا يوجد نظام تسجيل شامل وموحد للاجئين الفلسطينيين. فمثلا بعض الدول، وأنا واثق أن منظمة التحرير لديها القدرة أن تتدخل في هذا الموضوع لتصحيح الأمور، يسجل الفلسطيني كعديم للجنسية، لا يشار إلى أنه فلسطيني.
في دول أخرى يسجل نعم. الفلسطيني ك كقادم من بلد المصدر نعم. من الأردن أو من باختصار لضيق الوقت أستاذ نضال تفضل نعم يعني باختصار نعود إلى المسؤولية أجيب على المسؤولية موضوع استغلال الأرقام أو معاناة الأرقام حتى لا أختلف مع الدكتور جاد في هذا الموضوع هو يصلح الحديث كمقدمة للدخول في هذا الموضوع بأنه نحن في الجانب الفلسطيني علينا أن نعترف لم نستغل الموضوع بالشكل الكامل ففي فترة من الفترات في التاريخ الفلسطيني تحدثنا عن موضوع العودة وكأنه هو بمنطق الدول العربية ما قبل عام 67 سنحمل اليهود ونرميهم في البحر وبالتالي كانت فكرة العودة والحديث عن اللاجئين الفلسطينيين في المجتمعات الغربية لغة غير مقبولة وفيما بعد عملية السلام يكاد ينحصر الموضوع في الحديث عن الحقوق أو المساعدات الإنسانية وهذا غير كافي لأنه قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وبالتالي هي قضية سياسية بامتياز أشكرك أستاذ ضال أستاذ جاد في 30 ثانية ماذا تقول في هذا اليوم في ذكرى النكبة ماذا تقول للشعب الفلسطيني للاجئين في الشتات في الداخل الذين يستمعون إليك أقول لقد وحد اليوم الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وكان واضح أن هذا اليوم هو يوم الوحدة الحقيقية رسخت في الجولان رسخت في مارون الراس ورسخت في قلنيا وغزة وفي الشونة وأنا أعتقد أن هذا هو بداية الصحوة الفلسطينية والعربية وأتبشر بالخير من هذه الصحوة أشكرك جزيل الشكر دكتور جاد إسحاق مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أري شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى هذه المشاركة وأشكر الأستاذ نضال العزة منسق وحدة المصادر والأستاذ وأستاذ القانون في مركز بديل ستبقى معنا يعني خلال هذه التغطية شكرا جزيلا لك دكتور مشاهدينا الكرام ما زلنا نتواصل معكم في عدد من الزوايا الخاصة في بحث قضية اللاجئين ووضع الكثير من النقاط